تعليمات مش يعني حضرتك تحس ان انت شايف بصمه ميتشو على اللاعبين او توجيهاته ولا لا؟ بص، هي المشكله ولا في عشوائيه مثلا؟ المشكله دي موجوده في نادي الزمالك، مش من ميتشو بس، موجوده من فترات طويله. ان نادي الزمالك بيسيب مساحه للفريق المنافس بيلعب فيها، بيسيب مساحات، بيعتمد على ان هو بيقطع الكره وبيلعب كره. لكن في الناحيه الثانيه بنلاقي ان الكره دلوقتي زي برشلونه والريال مدريد او اتلتيكو مدريد بيقفلوا المساحات في حاله الدفاعيه. انا بقرب المساحات بحيث ان انا لما يبقاش في اختراقات، ما يبقاش في مساحات ان المنافس يقدر يباصي باصه واثنين وثلاثه ويبدا، لا بستحوذ، بستخلص الكره في اسرع وقت ممكن. هي دي الكره الحديثه، ان انا ما اسيبش المنافس يلعب. ما انا لو سبت المساحه والزمن لاي لعيب ايا كان هو، لو كان اللعيب ده امكانياته قليله وسبت له مساحه وزمن هيبقى لعيب كبير. لكن لو لعيب كبير ولعيب جامد ولعيب مهاري وما سبتلوش لا مساحه ولا زمن هيقل مستواه. انما انا بسيب المنافس بالنسبه لي مستواه بيزيد. يعني انا في مباراه انبي نادي الزمالك سايب المساحات للاعبي انبي مرتاحين في الاداء وسهل ومفيش ضغط، مفيش استخلاص للكوره، مستنيين ان لعيبه انبي هي اللي تغلط وبعدين ابدا انا اخد الكوره اتفاعل معاها. الى جانب ان انا في حاله فنيه قليله، فانا محتاج ان انا اغير. لو انا وحش فنيا لازم ابذل مجهود بدني، لازم ابقى عندي جري اكتر، كميه جري اكتر، بحيث ان انا اعوض الناحيه الفنيه. لكن لما انا ما عنديش لا ناحيه بدنيه ولا ناحيه فنيه فبيبدا وبسيب المنافس بيلعب في المساحات براحته، فطبعا هيبقى في اختراقات، هيبقى في اهداف، هيبقى في هزيمه. فده يعني نادي الزمالك بشكل عام محتاج يعيد حساباته فنيه في الملعب ونفسيه خارج الملعب.